بسم الله الرحمن الرحيم. اسف صوتي واطي بس احنا بالمتحف. راح نحكي عن البونز اوف ذا بلفس. هاي معي ميل بلفس، راح اشرح على الجنرال فيتشرز اوف اني بلفس، بعدين راح احكي الاشياء اللي تميز الميل بلفس. طيب هلا البلفس بتكون من تو هيب بونز، ساكرم وكوكسكس. الساكرم الفيرتبري اوف ذا ساكرم فيوزد، هيا هون مبين انتر فيرتبرال ديسك تبعتهم، كمان كله فيوزد. وبعدين في عنا الـ transverse processes، هاي هم تعمل ala of the sacrum، ala of the sacrum. طيب وفي عنا بالـ hip bone، طبعا coccyx مش خلينا نشتركها، sacrum و coccyx. طيب بعدين في hip bone، الـ hip bone تتكون من ilium و ischium و pubic bone. هاي هي pubic bone، تتكون من 2 arches و pubic bone من هون. طيب شنو نتفرج فيها؟ نتعلم فيها أول إشي، أول معلومة نتعلم فيها الـ pelvic brim. هلا البلفيك بريم بلش من عند هاي ساكرم، هاي نسميه منطقة ساكرال بريمونتري، انتيريور بوردر تبعت الالا اوف ذا ساكرم. بعدين نمشي اليوبيكتينيال لاين، ننتهي عند السنفس بيوبس انتيريورلي، ابر بوردر اوف ذا سنفس بيوبس. هاي نسميه البلفيك بريم، هاي الفتحة كلياتها ما بعرف اذا مبين او لا. هاي البلفيك بريم، هاي اول معلومة تعلمناها. ثاني شغلة، كيف الاورينتيشن تبعت البلفس؟ الاورينتيشن تبعت البلفس كيف نعرف؟ هاي انتيريور سوبيريورك سباين و السنفس بيوبس يكون على نفس المستوى، يعني تيز دايركتد زي هيك، زي كأنه تخيل انه في هنا حيطة. طيب الحيطة بعيدة. طيب انتيريور سوبيريورك سباين والسنفس بيوبس على نفس المستوى، وهي تقريبا زي هيك راح تكون الهيومن بينج. طيب هلا بدنا نحكي الفيتشرز تبعت الميل بلفس. كيف عرفت انه هذا ميل بلفس؟ اول شيء العظم تبعته اقوى، يعني رح تحسوا انه مبين عليه انه هذا ميل بلفس، انه العظم تبعته سميك. وكمان شغله السب بيوبيك انجل، مش حكينا هي بيوبيك بون، السب بيوبيك انجل تبعته بتعملها اصبعينك التنين، هي هون عباره عن 60 درجه السب بيوبيك انجل. طيب وشغله ثانيه الاسيتابلم، لما حما بعمل ارتكوليشن مع الهيد اوف فيمر، الاسيتابلم بتحط اصبعك زي هيك، هاي المسافه من هون لهون هي نفس المسافه من هون لهون. الاسيتابلم الدايمتر تبعتها نفس المسافه بين الاسيتابلم والسنفس بيوبيك. كمان شغلة في عنا الكونفكسيتي تبعت الساكرم هي بتكون هوموجينوس بس ما بتبين معكونة. طيب وشغلة أهم من هاي كمان بنشوف من هون لما نتفرج عليها سوبيرا للساكرم، الساكرم صح البادي تبعتها والإيلو ذا ساكرم، البادي تبعتها باخد الميدل تو فورث والإيلة ربع ربع، إذا ربع ربع أطراف والنص مخديته. هاي الفيميل مش زي هيك بتكون عندها. طيب واخر اشي الجريتر سايتيك نوتش والليسر سايتيك نوتش، هاي اسكيال سباين، هاي حكى انه الهيب بون تكون من البيوبس بيوبك بون واسكيام وإليام. هاي الاسكيام في اسكيال سباين، هاي جريتر سايتيك نوتش والليسر سايتيك نوتش، عند الميل اصغر من الفيميل، شايفين هاي فتحتها صغيرة. لما نيجي نقارنها مع الفيميل، هاي الفيميل فتحتها اكبر، مبين هنا اوسع، هاي صغيرة عند الفيميل واسعة. هاي الميل بلفس. طيب نمسك الفيميل بلفس، نفس الجنرال فيتشرز تبعتها، بصير اساكرم وكوكسكس وبتكون من تو هيب بونز. هيب بونز بيعملوا ارتكوليشن مع الساكرم، ورا ما حكيناها هناك، ساكرو إليك جوينت وارتكوليشن الهيب بونز مع بعض امام السنفس بيوبس. هاي السنفس بيوبس. هلا كيف نميز انه هاي فيميل بلفس؟ العظم تبعتها اخف وزنا، بعدين السب بيوبيك انجل 90 درجه. كيف نعرف انها 90؟ هيها هون تفتح اصبعك هذول الاثنين بكونوا مع بعض على هاي 90 درجه، ما هذيك كانت صغيره. اوكي مش مشكله، هاي 2 هاي 60 والفيميل 90. كمان شغلة الفتحة تبعت الديامتر تبعت الأسيتابلم، هديك حكينا متساوي، هون الأسيتابلم الفتحة تبعتها أصغر من الفتحة من هون، عشان أكدلكوا هي هيك وهي هي هيك، هي أصغر. الأسيتابلم أصغر، الأسيتابلم تبعتها صغيرة، الأسيتابلم صغير والأسيتابلم كبير عملاق. وبعدين الجريتر سايتيك نوتش ورجيتكم إياها، اسكيل سباين جريتر سايتيك نوتش وليسر سايتيك نوتش اوسع عند الفيميل. طيب والكونفكسيتي تبعت الساكرم هون بصير في عندها زاويه حاده، هاي الزاويه الحاده ما كانت موجوده عند الميل زاويه. طيب
وكمان شغلة بنتفرج عليها من هون، هاي بتعمل الميدل one third، والإيلة والإيلة كمان third third، يعني ثلث 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 عند الميل. عند الميل هاي كانت نص، يعني ربعين بالوسط، ربعين وأطراف أربعة. هنا الإيلة كانت ربع، هون الإيلة كانت ثلث. وأعتقد بس بلبك بلم نفس الشيء، وهاي الفينال بلبس كلياته يكون هيك.